يا بقية الله في الأرض، إليك نرفع آيات التهنئة والمودة والسرور، داعين الله تعالى يملأ قلبك سرورا ونحن نعيش في ذكرى ولادة جدتك الزهراء سلام الله عليها. أحببت أن أقف عند بعض فقرات خطبتها الكريمة، قبل ذلك أحب أن أصدر مقدمة وجيزة في ذلك. نحتاج إلى فهم، نحتاج إلى عمق تحاول أن تقودنا إليه الزهراء عليها السلام. والزهراء ليست امرأة في هامش التاريخ، وإنما امرأة لها مجموعة من العناوين، وكل عنوان يستدعي منا أن نقف. عنوان ضخم أن الله تعالى بعظمته يرضى لرضاها جزما، هذا عنوان ضخم لا يدعيه أي أحد. عنوان أن الله تعالى يغضب لغضبها، وإذا قلنا الله يعني السماوات والأرض ومن فيهن والأنبياء جميعا، لا يمكن أن الله يغضب ونبي من الأنبياء لا يغضب. فحديث مختصر لكن له عمق في الأرض وعمق في السماء، هذا عنوان من العناوين. عنوان أن الزهراء سيدة نساء العالمين، وهذا أيضا عنوان عبارة مختصرة، مهما تكن النساء على جلالتهن وعلى ورعهن ووقارهن، فالزهراء عليه السلام هي سيدة النساء بلا منازع. الزهراء عليها السلام هي الصديقة، أيضا هذا عنوان ضخم جدا. ولاحظوا أخواني أخواتي، هذه الألقاب لم تمنح جزافا، وإنما هذه العناوين صدرت من حجج، صدرت من النبي صلى الله عليه وآله، صدرت من الأئمة عليهم السلام، صدرت من الله تعالى عندما يذهب الرجس. والزهراء عليها السلام هي ذلك العقد والواسطة ما بين النبوة وما بين الإمامة. الزهراء عليها السلام من جملة ما قالت في تلك الخطبة الكريمة المهمة، وجمعت تقريبا رؤوس الأمة الإسلامية وتحدثت بحديث ضخم جدا. من جملة ما تحدثت بينت بعض أسرار التكاليف الشرعية، بعض الأسرار، فقالت من جملة ما قالت: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين. التفتوا معي بعبارات يعني نحاول نطويها سريعا. واقعا هناك وضع ظاهري للتكاليف ووضع عميق، وهذا الوضع العميق لا نستطيع أن ندركه بأنفسنا، يحتاج إلى أدوات. فإذا الغرض الذي والمعنى العميق الذي استطاعت الزهراء أن تشخصه نحن لا نستطيع أن نشخصه، ابتعدنا عن الزهراء فلم نفهم. قد يأتي على أحدنا كما يقول الإمام الصادق، قد يأتي على أحدكم مثلاً 70 سنة وهو لا يحسن أن يصلي. يأتي إلى بعض أصحاب حماد يقول لحماد صلي أمامي، وحماد شخصية قريبة للإمام، الإمام يعبر بهذا التعبير عنه. نحن
كلما ابتعدنا عن الزهراء ابتعدنا عن الحق، وكلما ابتعدنا عن الحق اقتربنا من الباطل. وهذه مشكلة عندما نأتي إلى أحد الأخوة إحدى الأخوات نقول أنت الآن قريب من الباطل، تجده ينتفض لا يقبل، تقول له أنا لا أقول ذلك، أنت بعض أفعالك بعيدة عما تريده الزهراء عليه السلام. الزكاة الزهراء عليه السلام تقول تزكية للنفس وفي عين الوقت نماء في الرزق. لاحظوا البعض عندما يزكي ليس له علاقة بالنفس، لا يزكي نفسه، لا يطهر نفسه، لا يبعد النفس عن الموبقات. الزهراء ملتفتة إلى قضية وهي غير غائب عنها الأمر، تقول بالإضافة لذلك هو أيضا نماء في الرزق. هذه قضية قد لا تفهم عند الذين يتعشقون المادة لأن يحسبون الأمور بالأرقام، أن الزكاة يعني نقص من كمال، كيف يكون هو نماء في الرزق؟ حقيقة هذا المعنى يكون عصي على الفهم للذي لم يتربى ولم تسمع أذنا كلام الزهراء المقدس. الزهراء تعلمنا طريق لنماء الرزق، نحن نترك طريق الزهراء عليه السلام ونبحث عن أمور للرزق، بالنتيجة نضطر لارتكاب الحرام وتحصيل هذا ونعادي ذاك من أجل حفنة من الأموال. الزهراء تقول الطريق أمامك واضح لا يتعب، بالعكس أنت إذا زكيت دعوة قد تصل من فقير الله تعالى يجلب لك الخير. شو لاحظوا إخواني الله كيف يحتاج علينا، احنا في حياتنا الدنيا نمر بمواقف كثير كبيرة، لكن من اعتبر؟ مثلا شخص عنده محل يفتح المحل من الصباح إلى الليل لا يأتيه رزق، في آخر لحظة قبل أن يغلق محله يأتيه رزق وفير يساوي رزق 10 ساعات. من هي الجهة المسؤولة حول ترتيب الرزق؟ الله تعالى. الآن صباحا الناس كلها تخرج وكل واحد يتباين بعضلاته وبعقله، عندما يأتون المغرب لو الآن الأمر أمامنا وكل من يضع أموال أمامه تجد التفاوت الكبير. الله تعالى قد رزق إنسان لا يتمتع بهذه العضلات ولا بالعقل، لكن يرزقه لأن موازين الله غير موازيننا. الموازين التي عند الله غير الموازين اللي عندنا. فالزهراء عليها السلام هذا مقدار القرب. فإذا عندنا إنسان الآن مزكي وزكى نفسه يكون قريب للزهراء. نسأل الله تعالى أن تكون الزهراء حاضرة فيما بيننا وأن تتقبل منا هذا العمل وأن يعيدنا وإياكم لأمثاله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.